بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد أنا مش عايز أجرح عايدة. أنا فعلا بحاول أبني ليها وليا حياة هنا. يا نهار أبيض. دي واحدة وقعت قدامنا وإحنا الاتنين استلقينا. نقوم نسيبها عشان ساعتها ما يبقاش قدامها غير السكة البطالة زي ما بتقول. قريبتك ولا صاحبتك اللي أنت جبتيها دي شكلها مش راح تطول هنا. هما يومين. يا تفرد وشها يا ترجعيها مطرح ما جبتيها. وهاليومين بالذات مش زهقانة أبدا. أنا عم نقضي وقت مع بعض وعم نعمل أشياء سوا. كنتش متخيل إني أشوفك هنا. هو الحقيقة أنا بقابلك في كل الحتت اللي ما كنتش متوقع إني أقابلك فيها. طب ما إحنا عاوزين نمشي ما نمشي سوا. الفضية لازم تتخلص. مالوش لزوم. الحق حقنا وإحنا مش وش إقسام. أنا آسف إني اتدخلت. حقيقي آسف. ما كانش يصح تكسفي الدكتور بالشكل ده. اتأخرت؟ ما كانش ليه لزوم. لا ابدا ما فيش حاجه. ليه وهي عايده نايطه تلاقيها جايبه لها فضلات المحل؟ كابينة واحد. صباح الخير. ممكن أكلم علي شاهين لو سمحت؟ مسافر؟ طب عندك فكرة هو هيغيب قد إيه؟
طب هو ما سابش رقم تليفون او عنوان؟ اصل انا محتاجاه في حاجه مهمه خالص. طيب شاكره قوي. وانا اللي راح اكون لها ابو العيله بنفسي. ابو العيله مين؟ الشيخ ابو العيله اللي اكتشف ام كلثوم. عايزه تخفي بنتك في الكازينوهات؟ دي بنتك. ابدا، بس على بال ما هي تيجي اكون انا بقى عندي الكازينو بتاعي. بدي اعرف مين الله يسامحه اللي حببك في الموضوع ده. يا ريته كان حد كنت عتبت عليه، انما هي حاجه كده رباني، حاجه جوايا بتنقح عليا عايزه تخرج، زي ما يكون وجع، بس وجع حلو، وجع ملازمني وانا مش عايزه يروح، حاجه كده جوه قوي ما يفهمهاش ولا يعرفها غير اللي يحسها. طب وجوه قوي ده بقى ما فيهوش اي حاجه تانية غير الوجع؟ ما فيهوش اي حاجه لاي حد؟ عايز تسمع اللي انت عارفه يلاقيه؟ حضرتك عايزه شيء طنط؟ لا ابدا، انا كنت نازله وبعدين سمعت صوت بنتك بتعيط قلت ابص عليها. بس بنت تحت مع خيريه. اتفضلي حضرتك ما تقلقي. صحيح، بس انا كنت ماشيه ورا الصوت. ما انت عارفه الاصوات في البيوت اللي زي دي بترن في كل حته، تبقيش عارفه الصوت جاي لك منين. هو انتي بتنيمي بنتك معاكي في الاوضه؟ على حسب. على حسب ايه؟ معلش انا لازم استاذن. خليك انتي يا نبيله، سفره دايما. احنا لسه قاعدين صدقي بيه. معلش في شويه اوراق لازم اراجعها. لوين؟ بدنا ناكل حلو، صفية عملته مخصوص. لا معلش اعفيني انا، ميرسي. ايوه بالحق، رفيق صديقي كان عمل شويه فحوصات وفوتهم عليا عشان اجيبهم لك تبص عليهم، بس انا نسيتهم في البيت. مش مشكله، ممكن ابعت خيريه تجيب. لا ارجوك، لحسن الملف يقع ولا يضيع ويضطر يفحص من تاني. ابقى بتعبك قوي لو طلبت منك تيجي معايا تبص عليهم. لا ابدا، بعد اذنكم اروح مع صدقي بيه وارجع على طول. اتفضلي. اتفضلي. معلش يا حبيبتي، سكرهم كتير بيموعلي نفسي. ميرسي. كتير طيب مثل العادة. معلش احنا كمان هنمشي عشان ورانا زيارة مهمة قوي بالليل. زيارة ايه؟
ولا ما زياره مهمه للشارع. خليكوا زي ما انتوا. يلا يا عزيز. شرفتونا. اهلا وسهلا. تحب ابص على الفحوصات دلوقتي؟ مفيش فحوصات، دي مجرد حجة. حضرتك قلقتني عليك. خير؟ في حاجة ولا ايه؟ أنا محتاج أتكلم معاك، بس ما كنتش أقدر أقول لك كده قدام شلة الستات اللي عندك في البيت. حضرتك بتشتكي من حاجة ولا ايه؟ أيوه. خير؟ حاسس بإيه؟ قلبي. ماله؟ مجرد اني حاسس بيه، وده كان بقاله كتير قوي ما حصلش. تفتكر ينفع في السن ده؟ ينفع جدا، بس انا مش عارف لو يصح دلوقتي ولا لا. مهم ان ده زي ما بتقول بعد طول غياب، حاجة زي كده ما بتسيبش أبدا. فكرك كده؟ اسأل نفسك وشوف. تقدر بعد ما قلبك دق وحسيت اللي حسيته تتخلى عنه كده؟ حس وما تفكرش. في ناس عمرها فات من غير ما تحس بحاجة زي كده. ممكن علبة سجاير. هو دكتور فريد ما جاش النهارده؟ على غير العاده لا. أنا رح نام، بدك شي؟ ليه عزمتي صوفيا؟ مع إنك عارف اللي كان بيني وبين عزيز. عن جد؟ هيدا هو الموضوع اللي بدك تحكي فيه؟ إنه متضايق شو معقول تكون حاسة صوفيا من ورا موضوع له سنين؟ ما عم بتفكر أنا شو معقول كون حاسة من ورا اللي صار بيناتنا؟ أنا شايف إن أنت النهاردة كنت كويسة ومبسوطة. وصدقت؟ أنا عم بعمل حالي منيحة كرمال ما حدا يحس بالوجع اللي جواتي. بس مش معقول أنت كمان تكون صدقت. أنا كمان موجوعة يا عايدة، تعبان، مش قادر أمثل أكتر من كده. شو قصدك؟ تعالي نتكلم في اللي احنا ساكتين عنه. تعالي نفتح الجرح عشان نقفله على نظافة. صعب اني اقرب منك. وصعب اني اخد مكان يوسف. كان ليش جوزتني؟ انت مفكرها سهلة؟ وانا كمان جبرت اتأقلم مع الوضع الجديد اللي مش انا اخترته، بس قبلته كرمال ناتيا قبل ما يكون كرمالي. انا عارف، صدقيني انا عارف. قد ايه كان متعلق بيكي.
هو حتى سماها قبل ما تتولد، أو يعرف إنها بنت. عين أنا بحاول، بس الوضع صعب مربي. أنا ما كانش في حسباني إني استقر دلوقتي. فجأة لقيتني بتجوز ومرات أخويا. وفجأة بقيت أب. البنت أغلى عليا من أي حاجة في الدنيا. الوضع كله مش طبيعي. وأنا مش عارف أتصرف إزاي. بس أنا بدي حياة طبيعية، بدي بيت وعائلة. أنا ما عملت شي كرمال تعبنا. أنا ما اخترت هيدي الحياة اللي مانا طبيعية. أنا انفرض علي إني أكون أرملة وإني وليت لحالي. وحتى زواجنا انفرض علي مثل ما انفرض عليك. ما كانش فرض. محدش أكبرني على حاجة يا عايدة. قلت لك قبل إذا ما بدك نكفي خليني أفل وروح عند أهلي. بس حرام عليك تعذبني وتعذب حالك. حتى أنا ما بقبل بهالشي. أنا لما وعدتك إننا نفتح صفحة جديدة كان وعد صادق. بس اللي ما كنتش حاسب حسابه إن ده ما بيتعملش في مورينا. عندك حق. يمكن المفروض كان إن أنا أتكلم معاكي. بس أنا كان أول عليا إن أنا أشيل الشيلة دي لوحدي. ولا جرحك. سكوتك جرحنا أكتر من أي حاجة كان معقول تقوله. أنا آسف. أنا محتاجين لعندي حاجات كتيرة. كل اللي أطلبه منك إنك تصبري عليا شوية وقت. شوية وقت يا عايدة. اتفضل. حضرتك طلبتني؟ ايوه. اقفلي الباب وتعالي. خلصتي ورديتك؟ فضلي نص ساعة وخلص. أنا آسفة حضرتك يوميها إن أنا ما دخلتش الشغل. طب اقعدي يا نعمت. ما يصحش حضرتك. عارف إنه ما يصحش. بس بدي اتكلم معاكي في موضوع مهم، ومش هينفع اتكلم معاكي واحنا واقفين. طب اتفضل حضرتك. ما هو ده برضه ما يصحش. ارجوك اقعدي، وخلي موضوع اللي يصح واللي ما يصحش على جنب الخمس دقايق اللي جايين لحد اما اقول لك اللي انا عايز اقوله لك. أنا راجل دغري يا نعمات، ما بحبش اللف والدوران. ولو إن ساعات الواحد بيبقى صعب إنه يقول اللي هو عايزه، فبيضطر يلف ويدور لحد ما يستجمع شجاعته ويقول اللي في باله. حضرتك نادهتلي علشان ترفدني؟ أرفدك؟ علشان الموقف اللي حصل مع زميلتك؟ بالعكس،
الموقف ده خلاني احطك في مكانه اكبر بكتير من المكانه اللي كنت فيها. زي ما قلت لك انا مش عايز الف وادور. انا نفسي متفاجئ من اللي هقوله لك ده، بس نفسي اقصر المسافات. حضرتك انا مش فاهمه حاجه. انا بقالي فتره مش فاهم ايه اللي بيحصل، مش عارف ليه ببقى مبسوط وانا جاي الشغل، ومش عارف ليه ببقى متضايق لما باخد اجازه وبقعد في البيت، مش فاهم ليه ابتديت اسرح لما بسمع عبد المطلب وهو بيغني. نعمات، انا واجهت نفسي وعرفت انا عايز ايه. عايز ايه حضرتك؟ عايزك انتي. لا ده انت بقيت عال خالص، ويمكن تروح من بكره الا لو حابب القعده والدلع اللي هنا. الله يا دكتور، انت ربنا صارف لك بشاشه في وشك تطمن العيانين كلها. توحشني والله يا دكتور. الله يكرمك وخلينا وحشك على طول وما اشوفكش هنا. تعيش يا رب. عزيز صباح الخير. صباح النور. في حاجه؟ لا انا كنت طالع مكتبي فشفتك. انت رايح تياتر النهارده؟ لا. وراك حاجه تانية؟ لا. عايز ايه عزيز؟ لا ابدا، كنت بقول بس لو هتروح تياتر اجي معاك نص ساعه كده. لا انا ما كنتش ناوي اروح، بس لو عايز ممكن نروح مخصوص. لا خلاص. ولا زي بعض، تعالى نروح نص ساعة كده. ساركيس الراحة يا عزيز، محدش بيجري وراك. عارف عشان محدش شايفني اصلا عشان اجري ورايا. يعني ايه؟ يعني في ناس خفيفة وفي ناس تقيلة، انما انا اصلا ماليش وزن، انا مش موجود. في ايه يا عزيز؟ مالك؟ من امتى بتشرب بالتلات واربع كاسات؟ ليه لا؟ مش ليه لا، انما ليه؟ عشان انا اصلا مش مهم. ما فيش اي حاجه بعملها مهمه لاي حد. حتى امي. مش مهم انا بعمل ايه. المهم ما بعملش ايه. المهم ان انا ما اكسرلهاش كلمه حتى لو غلط. المهم ان انا ما اوحش قدام الناس، ما اصغرهاش. المهم ان انا ما افكرش بدماغي، ما ابقاش اناني، ما ابصش تحت رجلي، ما اعملش، ما اسويش، ما اسخنش. كل حاجه بالنفي، انما اعمل ايه ده مش مهم. عشان كده انا بطلت اعمل. الحاجه الوحيده اللي بقيت اعملها هو اني ما بعملش. لا لا لا، هات هات. انت خايف ان انا اسكر واعمل حاجه وحشه يعني؟ انا بقول لك انا ولا بعمل وحش ولا بعمل حلو، انا بس بعرف ما اعملش.
انت زي الفل وتقدر تعمل كل اللي نفسك فيه. ما انا المشكله ما بقتش عاوز حاجه، تعودت اني ما عاوزش. حتى الحاجه الوحيده اللي عاوزتها في حياتي معرفتش احافظ عليها. انا عارف، يمكن الزمن شايل لك اللي احسن منها. انت بالذات اللي بتشهد للزمن بعمارة ايه؟ كنت مستنية حضرتك تيجي علشان اعتذر لك عن الموقف اللي حصل قبل كده. وانا مش مستني منك اعتذار، انت حرة تقبلي على نفسك اي حاجة ما يخصنيش. يعني انا اكون رايحه اتاسف له يوم هو كاسفني كده ويحسسني ان انا واحده اي كلام؟ يا ستي اهدي بس، مفيش حاجه من دي خالص. انا تعبت يا جليله ورحمه امي، انا تعبت. انا ما عملتش حاجه عشان استاهل كل الهوان ده ولا الشغلانه المهببه دي. ربنا اللي عالم انا حاسه فيها بايه وقد ايه جتتي بتتلبش وانا معديه قدام اي راجل فيهم. استهدي بالله بس، هو حد عمل لك حاجه وحشه طيب؟ لا، انا اللي مش قادره، مش قادرة استحمل نظراتهم وابتساماتهم. لا، وقال ايه المفروض ان انا اكون لطيفة وظريفة وارد لهم الابتسامات دي وانا اساسا جوايا نار قايدة؟ نار ايه وبتاع ايه؟ ليه كل ده؟ ده تلاقي بس الدكتور بيردها لك كمنك كسفتيه يوميها. كتر خيرك يا جليلة، انا عارفة ان انا متقلة عليك بس انا مش هينفع اكمل في الشغلانة دي خلاص. مش قادرة ان انا اكون مداس للي رايح واللي جاي. إذا كان الدكتور المحترم عمل فيا كده، أمال الرجالة دول التانيين هيعملوا فيا إيه؟ طب اهدي بس، اهدي وإحنا هنتصرف. بقول لك مش قادرة، مش قادرة. طب رايحة فين يا كريم؟ أنا هسبقك على البيت. على فين؟ أروح الحمام. باجي معاك؟ لا لا أنا كويس. إزاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك انت يا جليلة؟ الأول أنا جاي أشكرك على وقفتك معانا يوميها. وأنا عرفت أعمل لكم حاجة؟ ما هو ده اللي أنا كنت جاي علشان عدم لا مؤاخذة، يعني حضرتك واخد فكرة غلط. عن إيه؟ عن كريمة. علشان هي كانت جاية تعتذر لحضرتك الليلة دي، لكن حضرتك كسفتها جامد. واللي حضرتك قلته لها يعني خلاها قررت تسيب الشغل وتمشي من هنا. دي حتى روحت من غير استئذان. كريمة دي غلبانة قوي والله، دي ملهاش جنس مخلوق، دي اختارت تتمرمط علشان تعيش بكرامتها. كل الحكاية يعني إنها خافت ليلتها لو روحنا القسم جوز أمها يعترف فيها. Thank you.
جليلة قالت لي إنك شاطرة ولهلوبة، لكن أنا مش فاهمة أنت ليه صممتي إنك تسيبي الصلاة تيجي تشتغلي معايا؟ برغم إنك في الصلاة أكيد هتكسبي أكتر بكتير. ده كفاية البقشيش يعمل ما هي. أنا هرتاح هنا أكتر. على كيفك. أنا أهم حاجة عندي الأمانة والترتيب. لو لقيت الاتنين دول عندك أكيد مش هستغنى عنك. علي اقفلي السوستة. هنجرب شغل مع بعض أسبوع ونشوف إذا كنا مرتاحين مع بعض ولا لا. وزي ما بيقولوا عايزاكي تكوني إيدي ورجلي. جليلة. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا بس ما لقيتش صاحبتك في السهره فخفت لا تكون سابت الشغل بسببي. فعلا انا ما كانش قصدي، انا ماليش علاقه بيها، هي تعمل زي ما تحب، بس انا حسيت بالذنب بعد ما عرفت ظروفها ان اكون السبب في انها تسيب الشغل اللي هي اكيد محتاجاه. ما تقلقش، هي سابت الشغل في الصاله صحيح، لكنها نقلت وبقت ورا في الكواليس، بقت بتشتغل معلوله، هي كده هترتاح اكتر، أصلها مش بتاعت صلاة. كويس، المهم إنها ما خسرتش حاجة بسبب. صدقني يا دكتور، كريمة ما عندهاش حاجة تخسرها. عن إذنك. شفتك وانا على المسرح وانت داخل تستناني هنا، كنت عارفه انك جاي. اصل حلمت بيك ليله امبارح. عارف بقى كنت في الحلم بتقول لي ايه؟ الوجع اللي أنا مستحلي.
انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنه ولا قد أعرف الانسحاب، مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب، لنا قادرة من حبك أخف ولا قد ولا قد أعرض الانسحاب.